القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. في المقام الأول هي دعم وإسناد وتضامن، هكذا وصف الرئيس عباس على لسان وزير خارجيته زيارة الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري إلى دولة فلسطين، زيارة حمل فيها محمد عمرو رسالة رئيسه المصري إلى نظيره الفلسطيني التي يدعوه فيها إلى زيارة القاهرة لإنجاز ملف المصالحة. اتفقنا إن شاء الله في الأيام القادمة وبعد انتهاء التزامات الرئيس فخامة الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بأعياد الميلاد، الالتزامات المعروفة، أن إن شاء الله أن يحضر إلى القاهرة في أقرب فرصة. كما تعلمون مصر أخذت على عاتقها واجبا آخر مما تعتبره من واجباتها، وهو تحقيق المصالحة الفلسطينية. 45 عاما على قرار مجلس الأمن المرقم ب242 والقاضي بإنهاء حالة الحرب والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، 45 عاما أكد بعدها العربي العزم الجاد على العودة إلى مجلس الأمن لتنفيذ القرار الذي أصبح منذ شهر يتعلق بدولة فلسطين. الموضوع هيعود تاني لمجلس الأمن بعد الاتصالات والمشاورات مع الدول المؤثرة التي يمكن أن تساعد، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي في إدارة جديدة، الإدارة الثانية للرئيس أوباما الذي نشعر أنه يفهم المشاكل الدولية كلها بما فيها المشكلة الفلسطينية، وزير خارجية جديد. نرجو أن يتم في هذا الإطار بحث وإقرار أسلوب جديد للمعالجة. الأزمة الاقتصادية العاصفة بالسلطة الوطنية والتي وجب حلها منذ قمة بغداد القاضية بتوفير شبكة أمان عربية لم تحل بعد. كنا نتمنى كما أشار السيد الرئيس أن يتم الوفاء بتعهدات شبكة الأمان العربية بتوفير مبلغ 100 مليون دولار كما أقرت في قمة بغداد، واتباعا كما أقرت أيضا في الاجتماعات اللاحقة للجنة المتابعة العربية. الوضع المالي سوف يؤثر سلبا على مسيرتنا وعلى إمكانية تحركنا نحن كقيادة فلسطينية وكسلطة وطنية فلسطينية. عطل في الشبكة ومكالمات قيد الانتظار هو ما تعانيه شبكة الأمان العربية، فالعربي نفى تعرضها لأي تشويش أمريكي، فكل ما يلزم هو خطط وآليات ليفي الزعماء العرب بالتزاماتهم. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.